تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لا يخفى على أحد ولا ينكر عاقل أن الله عز وجل هو الذي خلق الكون، هو الذي سيره، وهو الملك سبحانه وتعالى الذي أسقط الملك طاغوت حسن مبارك عليه لعنة الله، الذي قتل المسلمين وسامهم سوء العذاب. وأنا من هذا المكان في ميدان التحرير أقولها بملء فمي أني متعاطف مع كل الموجود في الميدان، ولا بد أن نطالب بالأخذ بالسأر من هذا القاتل حسن مبارك ولا يترك هكذا. هذا أولا. ثانيا، أطالب كل من على وجه الأرض وكل من في ميدان التحرير وكل شعب مصر، وأقول لهم: ألستم مسلمون؟ ألستم تخضعون لشرع الله؟ ألستم تؤمنون أن الله هو الخالق؟ إذا كان الله هو الخالق، لماذا لا نتحاكم إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يدعي مدعي أن الشريعة الإسلامية تعني سفك الدماء وإقامة الحدود، فهذا جانب من جوانب الشريعة الإسلامية، إنما جعل للحفاظ على أرواح الناس. فلن تحدث للأمة الأمن والأمان والاستقرار بمسلميها وغير مسلميها ودوابها وحشراتها ونجومها وكل من على هذه الأرض إلا بتطبيق شرع الله عز وجل. وهكذا تحدث إبراهيم عليه السلام مع قومه حينما حاجوه وناقشوه في أمر العبودية لله، فقال سائلا سؤالا: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم أجاب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالأمن والأمان في تطبيق شريعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فلن تحفظ الأرواح إلا بتطبيق شرع الله الذي خلق وهو يعلم وهو أدرى بما يصلح هذا الكون. أنت إذا اشتريت جهازا صغيرا أو كمبيوترا لن تستطيع أن تتعامل معه إلا إذا رجعت إلى الصانع الذي صنعه، تفتح الكتالوج لتعرف ماذا يقول لك الصانع لكي تصلح هذه الآلة. فإننا لا ننصلح إلا بالرجوع إلى الخالق سبحانه في كل أمورنا. وأخيرا أقول: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فما جيناكم إلا لنصلحكم بطاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، وجزاكم الله خيرا. استنى بس اما اظبطها لك.